يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم في قناتي على اليوتيوب. وصفتنا لليوم هي طريقة تفريز الملوخية الورق او تحضيرها، كونه هلا بقي لرمضان 5 ايام. الله يجيبوا علينا بخير واليمن والبركات، ويجيبوا علينا ونكون لا فاقدين ولا مفقودين، ونحن بأتم صحة وعافية، ويرفع البلاء عن جميع العالم ويبعد عننا كل وباء يا رب دخيلك. هذا اللي بتمناه. فانتي مثلا برمضان نحن ببقى وقتنا كتير درك، يعني كتير ما عنا وقت نطبخ مثلا، مشغولين هي بالعبادات، هي مع الأولاد، هي في عنا كمان صلاة تراويح الله يجيبه علينا بالسلامة يا رب لرمضان. شو بتعملي لتحضري الملوخية؟ بتجيبي مثلا كيس ملوخية او كيسين اللي بدك اياها، انت كم الكمية اللي بدك اياها، تمام. بتنظفيها وبتنقيها وبتشيلي كل العواد منها، بتنطفيها من الاعواد، بتنقيها هيك كتير اوفر تنقاي بكل وحدة بوحدتها، ما بصير يكون يعني تنقيها كتير كتير، تكوني منفنفة، ده تكوني دقيقة جدا في الملوخية. الملوخية سبيشال يعني حالة خاصة، اذا ما كانت من الاكل منفنفة فيفضل ما تطبخيها. طبخ الملوخية كتير طبخ منفنف، اول شي تنقيها تنقاي بدقة، تمام، وتنطفيها وتجهزيها وبعدين بتحمصيها. وانا فرجيتكم هلا، رح افرجيكم طريقه تحميص الملوخيه. بتحمصيها وبقليل من الدسم، سواء دهنه او سمنه او قليل من الزيت، وبتجهزيها وبتبرديها، بتحطيها بسويني وبتبرديها، وبعدين بتجيبي كياس او اي شيء حافظات اي شيء عندك، بتجيبيهم طبعا جداد وبكونوا بتكون بارده للملوخيه، بتكون بارده، بتفتحيها هيك بسم الله الرحمن الرحيم، وبتسقطي فيها كم الكميه اللي انت بدك اياها، تمام. يعني انتي ملكة، انتي ملكة في بيتك، ملكة في مطبخك، يعني انتي الكمية اللي بدك اياها بتحطيها، وبتحطي هدول بتكون محمصة وجاهزة، وبتقفليها وبتحطي لها شمعة هون مشان تقفل هيك مثل التقفيل الالكتروني، بتحطي لها شمعة بالشمع تقفيل، وبتحطيها بالفريزر. اجا رمضان او اجا يوم انت مالك قدرانة تقومي تشتغلي فيه، بتطالعي الكيس جاهز من الفريزر، بتسلقي دجاج وبتقشري جلد الدجاج، ما تحطي بجلده بليز لو سمحتي، قشري جلد الدجاج، او تحطي شوية لحمة مع مكعب مرق وشوية مرق دجاج، وبتطلع اكلة بيرفكت، تمام تمام تمام، وبتقلي لها توم وكزبرة وبتطلع الملوخية جاهزة. وطبعا كمان انا بحمص هاي الكزبرة على ايدي مشان تطلع كتير ريحتها لذيذة واوفر طيبة، لانه لما بتحمسيها على ايدك غير من لما بتجيبيها، لما بتطحنيها على ايدك للكزبرة غير لما بتجيبيها جاهزة، تمام. شموا ريحة الكزبرة، ريحتها كتير 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 لذيذة. وإذا حبيتوا الوصفة وحبيتوا طريقة تحضيري للملوخية الورق الملوكية الورق، لا تنسوا تعملوا لايك، وإذا كنتوا لأول مرة بتحضروني لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتكتبوا تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.